وكان الزلط هنا الحجر هنا كنت هتبقى براحتك، فانت ما تطلعش من دي. مجال النتيج وده بديه على طول الديزاين اللي عندنا بيصمموه للناس اللي ضربت ايطاليا على الاسلام عندنا، بيصمموا الديزاين بتاع كل النتيج وبيطلع على طول هو ده او بالطريقه الكلاسيكيه اللي هو عن طريق الصياغه بيعمل جزء كتابه هنا بنعمل بنحط كثير من المواد القويه سواء من الداخل او من الخارج عشان تقويه جزء الكتاب. قابل للطواق وكمان ما بيصديش
وكمان خفيف وبيستحمل حرارة الرفاعة. وآخر علامة تجارية حضرتك شرفتنا إن مصنعنا النهارده هي علامة تجارية الرياضية ميتش سبورتس، وإحنا عندنا ثلاث عائلات منتجات. العائلة الأولى هي الحذاء الرياضي، وفي حذاء رياضي للاستخدام اليومي وحذاء رياضي للرياضيين المتخصصين. العائلة الثانية هي عائلة الشنط، وفي شنط بكل المقاسات وكل الأسعار بجودة عالية جدا. والعائلة الأخيرة هي عائلة قوات السباحة اللي متخصصة إن هي تكون سهلة للاستخدام للسباحين وكل الرياضيين. حضرتك شفت ان احنا نعمل التشاكيل لغايه الحذاء الرياضي، وده سبب ان احنا عايزين نخلي المنتج في متناول الجميع بجوده عاليه جدا مقارنه بالماركات العالميه. وفي نفس الوقت احنا بنعمل كده عشان في تكامل تام ما بين المصانع والوسائل التجاريه والتسويقيه والتصديريه. شكرا.